مات التعايش السلمي والحكامة أم جمعة حسين أبو القاسم. طيب التحية طبعا لكل السودان جميع بدون فرس، سوداننا الغوي اللي ما بتهز، سوداننا الغوي اللي ما بتلز، أي الخش السودان كله حظ حظ. والتحية خاصة 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 لغوات الدعم السريع برا أسد حميتي، والتحية خاصة خاصة للغبش سمو عريم، الغبش حميت الوطن، ناس القوات المسلحة. وحيا يا جماعة كل ما له حماية للوطن والمواطنين بصفة عامة، مرأة على رجال. سمعكم نموذج صغير كده من خلال كلام الحكامات. بابا أني بسمع بعيني براعي يلبي أجج الصراع فوق البلد ما له داعي، يلبي احمي حرب الوطن يا الفارس الشجاعي، يا الفارس الشجاعي حميتي الفارس الشجاعي، بضاني بسمع بعيني براعي حميتي الفارس الشجاعي. وانا اليوم فتح خشمي بالكلم بشكر فارس الفراس، فارس الفراس البحر الغريق الأصو ما بينقاس، التمساح العشار الفوق البحور غماس، الباحش أبو كفي كان جات الحار جاهز للدواس، سيد الرسمي الحازم البلباس حميتي الدمى شايل الكاس، أنا مبسوطة منها خلاص. واليوم يا اخوانك اسمعوا مني كلام، اليوم انا وقت خشمي بالكلم فوق بركو بحرب، بتكلم ليكم فوق السلام. والحرب شين دمرت دار الحرب شين، والله ما بين دار الحرب شين، بيعطم الاطفال الحرب شين، بيرمل النسوان. يا اخوانا شوفوا يوم الحرب بدوت البطل النيران، دول كونوا مجرحين ودول كونوا مكسرين، ودول كونوا مجرحين دول كونوا مكسرين، دول لحمهم شات يغلب اللمام، وديل ديل الطير فوق السما بيهم شبحام. يا اخوانا نرجع لله، قال الرسول قال الله قال الفتنة أشد من القتل كمان، وتكسر الكعبة ولا تقتل الرقبة، وقتل المسلم للمسلم القاتل المقتول كل للنار. نرجع للسلام، السلام اطمئنان، السلام راحة بال، السلام جميل مليه أمثال، شدوا حيلكم يا رجال الزمن ميال، السمعة حلوة القوم الرجال. يا حمدتي وبرهان أن احنا عايزين الحكومة تتكون قوام، وعايزين التنمية والاستقرار، ويتوزن السودان وزنة ميزان، لا إميل يمين ولا إميل شمال، وفروا لنا التنمية والاستقرار وخلونا نعيش أخوان. والله يا جماعة الكلام كثير، لكن دي زي ما قال اللي نختصر نسوي شنو. يلا تسلموا، والتحية لكل زول خلنا عصاتي دي دار أهدي على حميتي ممكن يلا أبشري بالخير نساء بلادي، سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميتي.